نخش عليه. رجعنا مرة أخرى في تونس كما صار في وقت برسيبوليس، تقسيم الشعب لمسلم وغير مسلم. اليوم سنتنازع هذا اللي صاير، شنو عندك نظيف؟ والله نسأل الله سبحانه وتعالى للذين يقولون بهذا القول هذا مسلم وهذا كافر، نسأل الله لهم الهداية، ونقول لهم ارجعوا إلى الله وكفوا عن هذه الأقوال التي ليست من الإسلام في شيء. فالشعب التونسي كله مسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا لحق أي كان باش يكفره أو يفسقه، إن كان يقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم وليس بكافر. لكن القوم الآخرون نسأل الله لهم الهداية بأن لا يتعودوا على هذه النعوت التي ليست من الإسلام. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم تقبل منا فانك انت السميع العليم، وتب علينا فانك انت التواب الرحيم، واكرمنا فانك اكرم الاكرمين. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، اللهم ارحم شهيدنا لطفي نجف، اللهم ارحم شهيدنا شكري بن عيد، اللهم ارحم شهيدنا محمد البرامي، اللهم ارحم شيشنا الابرار. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. انا لا اشكركم لانكم اديتم الواجب، واجب نداء وطنكم. ولي ثقة في الله وفيكم جميعا أن لا تتركوا وطنكم للغربان. لقد رعوا الإرهاب لمدة طويلة، الناس اللي قتلوا جنودنا الأبطال أطلقوا سراحهم في الروحية في بعلي بن خليفة في كل الأماكن. الناس اللي ذبحوا المرحوم البطل الشهيد محمد السبوعي ذبحوه بنداء الله أكبر، ذبحوه ضابط شرطة ذبحوه. وأنا أتوجه إلى أخواني وأبنائي في الشرطة، هذم سبب البلية، بدأوا بذبحكم، يسمونكم الطاغوت ونحن نسميكم إخواننا وأبناءنا. احنا مسلمين قبل ما هم واكيد بعدهم هم معنا ومشينا. احنا هذاك ديننا تولدنا فيه تربينا فيه نعيشوا به ونموتوا به. طاهر اليوم معناتها السياسيين يعني خلينا نقولوا قاده حركه النهضه يحكيوا على الوثاق الوطني ويحكيوا على حلول يعني تنقذ البلاد من هذه الازمه، في حين انه المعارضه اليوم تنادي بحل الحكومه وحل المجلس التاسيسي. اليوم شنو هي خلينا نقولوا النقطه اللي يمكن يلتقي فيها الفريقين السياسيين؟ كي واحد يجي لدارك بيته ليله ماش خارج، ماش خارج يقول شنو الوفاق اللي ممكن تعملوا معه؟ هذا انتخب لسنه باش يكتب دستور، قال لك ماش خارج، شنو الوفاق تعمل معه؟ فما وفاق فما الا الرحيل، ما فماش وفاق. اليوم العبيد الكل تتساءل الاعتصام الى اين؟ اعتصام باردو اليوم يدخل ليلته الثامنه الى اين؟ اعتصام باردو ان شاء الله يوصل للقصبه. معناها اعتصام الى ان تسقط هذه الحكومه وتنطلق المفاوضات وننهي اعمال المجلس ان شاء الله في نهار ولا نهارين ونحلوا المجلس ونحلوا منظومه حكم الاخوان في تونس. كنواب منصحبين بعد اللي صار البارح في القصبه شنو هي رده فعلك اليوم؟ والله انا ممنون ومسرور للنهضه اللي رجعت الامل للتوانسه وشعروا لنهضه انتهت، لانه اللي عملته نهضه البارح يبين اللي نهضه انتهت، انه نهضه تصرف 3 ملياردوات وتستعمل الامكانيات الدوله معناها بطريقه فجه كما كانت يستعملها تجمع ولا اكثر وتوصل للنتيجه هذيك. احنا النتيجه هذيك نصرف فيها كل ليله نوصلها، ولكن الناس تجي تغني وتفرح
وتحب تونس وتجيب الماكلة معها، معناها ما تجيب الماكلة معها باش تواكل التوانسة الاخرين. معناها هذا الفرق بين تونس هذه وتونس الاخرى غادي يفرقوا في 50 دينار والمئة دينار حسب التعريف. الكيران متاع وزارة النقل الكل استعملوها، ليز اس ام اس متاع تونيزي تيليكوم بلاش، هذا الكل خويا باش يعطيونا النتيجة هذيك. انا الحق ممنون للنهضة للشيء اللي عملته البارح واللي رجع الامل للتوانسة، اللي النهضة ما عادش قادرة تعبأ الشارع التونسي انتهى. سيدي الحاتم الدوي عضو اللجنة المركزية للحج الاشتراكي، شنو هو رايك في الطابع الديني نتاع الاحتفالات اللي صارت الليلة بليلة القدر في اعتصام الرحيل ببارك؟ هذا حدث طبيعي ومنطقي يتماشى مع ثقافة الشعب التونسي اللي هو من ديار الإسلام منذ حوالي 14 قرن، وهو أحسن رد على ما قيل عليه البارحة الكلام اللي ورد على لسان رشد الغنوشي عندما يقول أن الحشد الموجود البارح في القصبة يذكره بفتح مكة، وهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رشد الغنوشي عن الفتح. سبق له أول ما جاء من لندن قال في جامع الزيتونة نحمدك اللهم على هذا الفتح. متى يقال هذا الكلام؟ عندما يدخلون دار الكفر. نقول لرشد الغنوشي راهي تونس ليست دار كفر وليست معنية بالفتح، التوانسة مسلمين وليسوا في حاجة لمن يسعى لإخضاعهم بسلم الدين، وليسوا في حاجة لا للفتح عنوة كيف ما قال فيها في الأول، ولا للفتح صلحا. البارح يقول راهي وأن ما هذا الفتح السلمي، وكأنه به يطلبوا من التوانسة أنهم يخضعوا له بشكل سلمي. التوانسة أجابوا إجابة واضحة أنهم لن يخضعوا لحركة النهضة ولمشاريعها، ولن يثنيهم لا الإرهاب ولا العنف عن المطالبة بحقهم في دولة مدنية تتعايش فيها التوانسة الكل بقطع النظر عن معتقداتهم السياسية أو الثقافية أو الدينية.